وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس البرلمان العربي السيد عادل العصومي. يعني سيد عادل، برحب بحضرتك. ويعني مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحصوله على جائزة أفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة 2021 كأكبر مدينة ذكية بالشرق الأوسط، كيف تتابعون سير العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وهذا الإنجاز المصري؟ شكرا جزيلا اختي الكريمة على هذه الاستضافة الكريمة. طبعا احنا نتابع بكل اهتمام وكل اعجاب المشاريع العديدة والكبيرة الكبرى التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في هذه الفترة، مما يعكس ان هناك ارادة سياسية قوية لان تكون مصر في مستوى متقدم تحقق كثير من النجاحات العالمية، بما وعلى راسها مشروع العاصمة الإدارية الذي بالنسبة لنا كبرلمان عربي نعتبره مفخرة عربية لهذا المشروع من أهمية قصوى كنموذج عربي يحتذى به. لذلك جمهورية مصر العربية الآن تمر بمرحلة أعمار مهمة ويقودها بكل اقتدار وبكل كفاءة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي كل اهتمامه لتوفير كل سبل النهضة والازدهار لجمهورية مصر العربية وشعبها العزيز، والبرلمان العربي يدعم كل الجهود التي يقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي والدولي. فجمهورية مصر العربية الآن في مكانة كبيرة تحظى باحترام المجتمع الدولي بأسره لما لها من سياسة حكيمة وخطوات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوات مهمة ستضع جمهورية مصر العربية في مكانها التي تستحقه. نعم، اليوم أقر المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الوثيقة الخاصة بالعالم العربي بعنوان رؤية برلمانية لتحقيق الأمن والاستقرار والنهوض بالواقع العربي الراهن. يعني برأيك كيفية تفعيل هذه الوثيقة والبنود التي وردت بها والتغلب على التحديات التي يواجهها العالم العربي؟ طبعا الجميع يعلم بأن الوضع العربي وضع دقيق، وضع يحتاج إلى تكاتف عربي ولا تنسيق عربي لكثير من الأمور، وأنه يعني نمر في منعطفات خطيرة يجب على الجميع العرب أن يعي بأن المنعطف هذا قد بلا شك سوف لم يسلم منه أحد طالما أن هناك تشتت للأسف على التنسيق العربي. طبعا الوثيقة فيها بنود حوالي 14 بند كلها تتعلق بأمور تتعلق الوضع العربي والأزمات والصراعات وكثير من الأمور مثل الأزمة اليمنية والأزمة الليبية والأزمة السورية والأزمة السودانية والأزمة الصومالية والأزمة الأفغانية، نعم. إضافة إلى ما تتعرض له بعض الدول العربية من عمليات إرهابية والتعرض للإرهاب والتدخلات الأجنبية. طبعا تبنت الوثيقة رؤية عامة لقضية أمن الشامل في المنطقة. طبعا هناك الكثير من التحديات من ضمنها القضايا المتعلقة بالتنميه والانسجام، التعليم، البطاله، تمكين المراه، حقوق الانسان، استثمار في التكنولوجيا، كل هذه الامور احتوتها الوثيقه. حرص البرلمان العربي ان تكون وثيقه متكامله تعكس الرغبه الحقيقيه العربيه لان يكون لدينا دبلوماسيه برلمانيه قادره على ان تكون في مصاف متقدم تدافع عن القضايا العربية بشكل مؤثر. لذلك البرلمان العربي حرص أن تكون هذه الوثيقة وثيقة شاملة وتعكس الوضع الحقيقي للوضع العربي إن شاء الله. نعم، سيد عادل العصومي رئيس البرلمان العربي، شكرا جزيلا لك.